مساء الخير على كل الأهلوية، حلقة جديدة من برنامج السادسة. مليون مبروك لحضراتكم، مليون مبروك لينا كلنا على درع الدوري. حقيقة مباراة امبارح، مباراة كلنا اتبسطنا واستمتعنا بيها بجد، يعني فيها لقطات ولحظات تضاف لتاريخ النادي الأهلي، غير ان احنا كان نفسنا ان احنا نشوف كرة حلوة وكرة ممتعة في مباراة نهاية الدوري للأهلي وطلائع الجيش، وفعلا ده حصل وتمتعنا وشفنا أهداف جميلة جدا وشفنا أداء كويس جدا من النادي الأهلي، وده خلاص اتحقق وطمننا بشكل كبير. الجمهور اطمن بشكل كبير لما شاف أريحية وحرية في الأداء في الملعب، شفنا أكتر تطبيق لفكر موسيماني سواء في الاستحواذ أو الانتشار أو الباس، شفنا عرض قوي ومتماسك من لعيبة النادي الأهلي يطمننا قبل أفريقيا. ولكن كمان اللي زاد من جمال المباراة دي ومباراة التتويج خلاها غير أي مباراة تانية، أكيد لحظة وجود طبعا اللاعب الكبير مؤمن زكريا وسط عيلته وأصدقائه في الملعب، حاجة لمست قلوبنا كلنا، وكلنا كنا مستنيين اللحظة دي بقالنا فترة بنتكلم عنها. حاجة أكيد بسطت كل الجماهير وبسطت مؤمن زكريا وخلت التتويج السنة دي ليه طعم كبير. مكاسب كتير قوي من مباراة امبارح هنتكلم فيها أكتر، يمكن كمان منها كان أحمد فتحي وقد إيه كان فارق جدا معنا الناس إن يشوفوا اللقطة دي، وإنه فعلا اللي بيحترم النادي الأهلي النادي الأهلي بيحترمه، حتى لو في لحظة من اللحظات كان في اختلاف، ولكن اختلاف برقي، وهي دي قيمة النادي الأهلي. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير. مبروك. مبروك عليك ومبروك على كل جماهير الأهلوية. أنت البطل، أنت اللي شايل فوق كتفك 42 لقب بطل مصر النادي الأهلي. مشهد مش جديد ومشهد اتكرر كتير قوي وفرحنا بيه كتير قوي. البطولة السنة دي يمكن طعمها مختلف، بس الإحساس اللي أنت تعودت عليه في ملايين غيرك بتحلم بيه. ألف مبروك لكل أهلاوي، وإن شاء الله بإذن الله يكمل الموسم على خير ونحقق الحلم الأكبر والأغلى والأهم، بطولة أفريقيا. صحيح الماتش راح مننا بعيد شوية، وزي ما اتكلمنا فيه ممكن تكون إيجابيات كثيرة جدا للتأجيل، لكن الأكيد كمان أنه يكون فيه سلبيات، خصوصا أن الأهلي خلاص ما عندوش مباريات رسمية يقدر يحافظ بيها على لياقة الفريق والمستوى الأكثر من رائع اللي وصل ليه تحت قيادة موسيماني.